ايوه ما صحة الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات الأمثال؟ لا، هذا الحديث منكر المتن وضعيف السند. تمام، يعني الشيء بس اللي هو يذهب بالحسنات ايوه ايوه الشرك. هو الحديث اللي روي في الصحيح اللي هو تدرون ما المفلس؟ لا مش هذا، لا 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 لا، المفلس لا يجعل الله بأن منثورة، المفلس يؤخذ من حسناته. أنا أقصد يعني ينسف حسنات المرء ويأكلها، يعني عادية الإفلاس. الشرك بالله هو اللي يحبط كل أعماله. والعياذ بالله. طب